السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مروة أحمد، وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. لو أول مرة تشوفوا الفيديو بتاعي أو أول مرة تشوفوا القناة بتاعتي، متنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب عشان توصل لكم كل الفيديوهات، وكمان متنسوش تدوسوا على الجرس علشان تعرفوا أول ناس الفيديو أول ما ينزل. يلا بينا نشوف الفيديو مع بعض. فيديو النهاردة هو هدية وصلتني من جروب اسمه The Glow Makeup، موجود على الانستجرام. بيبيع جروب بيبيع برودكت أو كوزماتكس وميك اب و حاجات كتيرة جدا على الانستجرام زي ما انتوا شايفين كده. دي البوستز بتاعته، هسيب لكم اللينك بتاع البيج تحت في الديسكريبشن بوكس، ياريت تروحوا وتعملوا فولو، كمان تشوفوا المنتجات بتاعتهم وتقولوا رأيكم في حاجاتهم هناك. انا وصلتني هدية من عندهم، عبارة عن اول حاجة روج كايلي جينر. اسم الروج اسمه ماري جو كي، احمر قوي جدا، عبارة عن ليب لاينر وروج مات. عجبني، حبيته قوي بجد. مرسي قوي لجروب ذا جلو ميك اب، حبيت الروج جدا، ناعم كده ولطيف، ومتهيالي ان هو حلو قوي يعني. ف انصحكم انكم تجربوا المنتجات دي من عندهم. تاني حاجة هي اي براو جل او جل حواجب من هودا بيوتي، رقمه هوني بلوند. حبيته قوي، كريمي جدا ولطيف وبيتوزع بسرعة. طبعا انا مصورة الفيديو قبل ما اجرب المنتجات، بس انا جربتها على طول بعد ما صورت. ناعم جدا وبيتفرد بسرعة ولطيف قوي، وبجد حبيته جدا. اول مرة في حياتي اجرب حاجة من منتجات هدى بيوتي فعجبتني جدا. يمكن انا جربت قبل كده حاجات من كايلي جينر، بس هدى بيوتي كانت اول مرة اجربه فحبيته جدا. ويمكن استخدمه في حاجات كتير مش بس لجل الحواجب. بعتت لي كمان شادو من كولر بوب. انا بصراحة اول مرة اجرب شادوهات كولر بوب، بس اي ثينك ان هو اسمه سوبر شوك. انا قبل كده خبرتي مع كولر بوب ما بحبهاش خالص، ما بحبش منتجاته. كنت جبت قبل كده ارواج من كولر بوب بس ما حبيتهاش. ده اي شادو، هو كويس، مش بيجمنت قوي بس لطيف، ناشف شوية. بس انا في العادي ما بحبش كولر بوب، ما بحبش منتجاتها. بس طبعا عشان دي هدية فمرسي جدا ومشكورة على كل على الهدايا اللي انتي بعتيها، وحبيتهم جدا. وان شاء الله ان شاء الله لو جت فرصة هرجع واشتري منك منتجات. وكده يكون ده فيديو النهاردة، ورب يكون عجبكم. ما تنسوش تتابعوني دايما في كل فيديوهات اللي بنزلها، متنسوش تتابعوني تقولي رأيكم تحت، وكمان متنسوش تتابعوني على الانستجرام والسناب شات وكمان الفيسبوك. هسيب لكم اللينك تحت في الديسكريبشن بوكس، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.